السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن طبعا في مصحة ديليا في كيرلا. هذه المصحة طبعا يعالجون علاجات واجد كثيرة، من ضمنها طبعا العلاج بالأدوية العشبية. وطبعا أنا جاي وعندي ديسك بالرقبة، كنت أعاني منه فترة طويلة يعني 15 سنة، وهذا يعني له كان عندي ثلاث فقرات، الرابعة والخامسة والسادسة، والحمد لله أشوف في واجد تحسن من جيت هنا هذه المصحة. عندي طبعا 9 أيام تعالج على 4 فترات، يعني 4 جلسات، جلسة مساج بالأعشاب التسخين، وجلسة تدليك، وجلسة بالإبر الصينية، وجلسة بالعلاج الطبيعي على الكهرباء. الحمد لله أشوف يعني في تحسن واجد. طبعا أعطونا بعد أدوية وحبوب حق نستخدمها إلى العلاج، وأنا أنصح اللي بيجي طبعا حق علاج في كيرلا صح يجي هذه المصحة اللي هي مصحة فيديا. وشكرا جزيلا.